السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية أخواني حبايبي المتابعين. ونحن اليوم زيارة حلوة مرتبة في منطقة نزال عند أخونا أبو رائد، معانا الشباب أصحابنا، معانا أصحابنا الغالي أحمد العايد وعم أبو نعيم. سعد مساك. طبعا يا أخوان السطح أربعة بأربعة أربعة بأربعة، وعمه هناك بكش السطح الثاني، هم على نفس السطح بس ايش قاسمين السطح، كل واحد له سطح، تمام يا اخوان؟ طبعا ما شاء الله زي ما انتم شايفين، هاي بعرفش غرفة زق، غرفة فراخ، ايش ما بعرف. ما شاء الله. هاي فراخ يعني انت بتاخذها من عمك ولا كيف؟ انا شايف مش شايف عندك زق. اظن عن كيف تخش هاي زق. ايوه. بس بعت لبنون وبعت كل شيء 6 جلد فراخ من برا. ايوه فهمت عليك، ما شاء الله. طلع يا اخوان هنا عنده كم من فرخ. جميلات. ما شاء الله هذا مكاوي قراقطة، انا كنت مفكره قرقاطة على فكرة. مكاوي قراقطة. ما شاء الله ما شاء الله. مين بيعرف يمسك التلفون؟ انت مبسوط انت تمسك التلفون. انت ملك الحمام. انت ملك الحمام؟ يلا مسك لنا حمامات خلينا نشوف. ما شاء الله. تعال هان هيك هيك مع الإضاءة. بطلع وجهي على الكاميرا انا. لازم يطلع وجهك على الكاميرا، يعني تطلع ايش يعني بطنك؟ هاي زيادة. أبو رائد. هذا رائد صفحة على التيك توك. ما شاء الله. الله يبارك. شو تركيبته هذا؟ متكاوي قرقاطة صح؟ بس ما شاء الله جاي ثلاث أرباع أربع ألوان. ما شاء الله. ما شاء الله. شوف إخوان حلبيات، حلبيات جميلات ما شاء الله. بلندي ما شاء الله. ما شاء الله. هاي طارت عندك ولا لسه؟ امسك لي البتنجاني بالله. ما شاء الله. عنده عنده بتنجانيات اثنين ما شاء الله جميلات يا اخوان. هذا ايش تركيب؟ دجاج العيشي كانه صح؟ دجاج العنحاسي. دجاج العنحاسي. انا بحكي لانه طير رزيز جاي على الحاسي. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. شكالي طبعا، الشكالي كل هاي بتطير عندك صح؟ اي نعم. ما شاء الله. لسه ثقيله الفقله بتقع. يعني لسه الفقله. بتنجاني هذا بيطير عندك؟ الله. ما شاء الله صلاة النبي. وعن تارك هو هيك اخوان، هاي بقول لك مثقلة يعني بتلف لفتين بتحط لفتين بتحط ملاحي صلاة النبي، الملح الاسود صلاة النبي ما شاء الله. هذا الحمزة الاسود اللي جوا الخشة. الله يبارك. هسه بنلف احنا على الخشة اصلا، هيك هيك لافين ملاحي حمر ما شاء الله، داير بالك على الملاحي شايفك. كيف مخهم بالكش منيح ولا انسى؟ لا بولاد ما شاء الله. المكاوي الاحمر، الجلوفة، جلف القراطة. ما شاء الله. بتعامل معه. فرق جاز احسن لي. احسن لك. بدك تقعد الزق وتغلب حالك. فرق جاز يعني بتجيب الفرق جاهز احسن من صحيح، الجلف القرقاطي ما شاء الله. طبعا بتحطه هنا فترة زمن وبعدين تطلعوا تكرشوا صح؟ بطلع بطلع بنشف. ما شاء الله. الله يبارك، الله يبارك صلاة النبي. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا ما شاء الله البتنجاني الله يبارك صلاة النبي. الشكل اللي بيطير كمان طير حمام. طبعا يا اخوان الحمام ايش؟ هاي كلها فراخ، فراخ الخشنة يا اخوان بترمي بسرعة عشان تكونوا عارفين. طبعا هاي هاي الغرفة، ايش في عندنا برا خلينا نشوف. نعم. طبعا معايا الحجة هشام، قول له سوي لايك يا عمو. شوف شوف الفراخ عمو ابو نعيم ما شاء الله. اليوم على السوق؟ والله ما نزلت، اليوم ما نزلتش لاني موعد ابو رائد انا اني ما نزلت. ما شاء الله هاي مخاليف طبعا مكاويات صلاة النبي الله يبارك. خاشنة نوريات، بولنديات سود، سنافير سود، هاي عنابي اصفر، هاي ملحة احمر واسود ما شاء الله صلاة النبي. طبعا كلها راح نفرجيكم اياها هاي كلها. ايوه شاطر يا هشام، تخافيش يا بابا، دباني قراقطة صلاة النبي، امسك لي اياه بالله. شوف هالدباني والمراستي كمان الاصفر هذا المعكوك. ما شاء الله كلها فراخ. طبعا دباني جميل الله يبارك. هذا ابو المية هيبلش يطير كنه. ما شاء الله. اي في واحد بلش طب. طبعا هذا اخواني بنزال هنا في مطحنة خليط وكش بس لسه مش هسه. ما شاء الله طلع المراسلي صلاة النبي. صلي على النبي لا تفوتك قول ما شاء الله. الله عليك الله عليك، حلوة الكلمة هاي.
انا يا اخوان كمان ما شاء الله كم من حبه جميلات، الله يبارك. صندوق الابيض طير حمام طبعا بطير. هذا اخو الثاني المراسلي، مراسل الاحمر. اه ما شاء الله، ايوه بس هذاك جايب ما شاء الله قلبته اقوى، احلى من احلى القلبه ما شاء الله. طبعا هنا كمان اغلبها مكويات وشخاشه بحس، هي اللي فوق الدار ثقله يعني. طبعا القويه هان، القويه طبعا عنده ثلاث خشش يا اخوان. اهلين الشباب، اهلا وسهلا. طبعا هاي القويه، هاي القويه هيك نزال هيك بدها تمراسلي قوز. مسود هذا ايش مسود ايش قوي هذا خنزير مبين عليه، لولا هيك تحطوش بين الحبابات. ما شاء الله، الله يبارك. كشامره باكستانيات نوريات حمر ما شاء الله. هذا اخو اللي جوع فكره صح؟ بلاحظ انا انه في كل طير عندك اخو له. مخهم قوي كمان، طلعش الا فرق سطح. امهم نوريه وابوهم مكاوي قلت لي. ما شاء الله ازرق بلدي، امسك لي البلدي هذا. ارمي لك سود وحمر حلو. خلاص هو بده يفتح عليها ولا هذا ما بيطلعش اصلا؟ اذا بتعرف هذا، اذا بتعرف شو تركيبته. بس احنا قلنا لك هذا ازرق بلدي، هذا ازرق باخضر. شو ابوه امه؟ ما بعرف شو ابوه. ابوه بتنجاني، ابوه نحاسي، امه الزجاجي. وحد الله. والله يا اخوه جوا. معقول؟ كيف طالع هيك هذا؟ هذا شمصت معهم. سبحان الله. طيب تفتح لنا على الحمام هسه هاي؟ له اخ عندي ارجاني. طيب خليكم معنا شوي اخوان، نرجع لكم. الساعة يا مراسليات يا حبيبي يا عم ابو نايم. ابو عصا ابو ايش؟ ابو رائد يعطيك العافيه. هسه عشان انت شغال بالفراخ صح؟ وبتجيب فراخ، هسه الفرق شو بتعمل معاه اول ما تجيبه؟ اول ما تحطه على سطحه. اول ما بجيبه بطعمه. علي صوتك. اول ما بجيبه بطعمه. حلو. بخليه يمر جوا الخشه بعدين بفتح عليه عليه. حلو. بطلع يوقف بره عشان يحفظ السطح. حلو. يومين بخليه يومين على الليل. حلو. الصبح بفتح عليها بخليها يكون حافظ السطح. حلو. بتركه يوم يومين وثلاث. حلو. بفززها بخوفها. حلو. لحاله بصير من قرش الطير. حلو لحاله. بطلع معه اثنين ثلاثة أربعة طير لحاله بجرد. حلو. طب هسه أنت كناس يعني حواليك كشيشة كثير وفي صيد، تنصح تجيب الطير الكبير ولا الفرخ؟ سمع اللي بدي إياه الطير الحلو بجيب الفرخ الحلو. أها. هسه هذا الجبل زي هذا بجيب له طير كبير. حلو. هو عيوب بلاش. حلو. يعني انت بتنصح في الاماكن اللي حواليك فيها ناس كثير تجيب حمام كبيره. تجيب حمام كبيره. اما اذا انك امورك مرتاحه فيش حواليك كشيشه كثير جيب فرخ وقعيه وكشه. هسه هذول اللي حوالي شو بكشوا؟ طير لون احمر هذا بفكره ابصر ايش مسود وهو بلد. حلو. عسكري بكش. هي هيك الحاره عساكر. عسكري. بس اكيد عنده حلوه فوق الدار. الطبيعي. فوق الدار على المغارب عشان ما تشربش. حلو. يعني هذا الطبيعي هيك. هذا الطبيعي. ايوه عندنا بالحار. ايوه هو بكل العالم هيك صار يعني، الطير الحلو ما يندزش، صار يتطير ثقله. حردون امبارح طوله والله الوديع ما بينش لك الوديع ما بينش. ما بس انت مريح حالك، مريح حالك صيد. انا شفت انا واحنا جايين من هان، واحنا جايين من هان في ثلاث اربع حواليك هان شفت. اضرب كش الاربعه قوم يا بابا. شو شفت هذيك المره يوم ما قلت لك اني عشان الناس هاي هذا هذا لمحته انا، لمحت واحد هان وينه؟ ايوه هاي رفصته هان، رفصه هناك رفصه. هذا اعتزل وهي رفصه. هاي رفصه هاي هنا مطير يعني، بس هذا موعد. على موعد بيطلعوا موعد. هاي واحد هناك فاتح خشته هيو. في واحد هان هي بكش اسمه انس. كش الساعه 9 على 6 على 6. حلو. طبعا وهي واحد طلع ما شاء الله ضاك عامل زي بيتي هذا. يعني كيف اقول لك بجيب بزبط الحمام الحلوات وبيطلعش بكشش موعد ولا بكشخه دشر، بس دشر. يتفرج عليها زي هيك كذا بلففها لفتين وبحطك مثلا. حلو حلو حلو. طيب بدك تفتح لنا على الحمام نلحق ولا كيف؟ عشان احنا بدناش نطلع موعد ونخالط، احنا مش وقت موعد. تعالي اقعد يا بابا عندي هون، اقعد على الكرسي. هسه بتجيب لك عصير. عم احمد بده عصير. جننتني يا زلمه. طبعا هذول في ثلاث طائرات لحد الان يا اخواني، لهم بجوز ربع ساعه ما شاء الله. تعي 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 تعي. طبعا بتشبع جوا الخشه بعدين بتكش. تشبيع ولا لا؟ نص كيلو. حلو. طبعا هي عنده عب اخوان، طلع العب. والله عندي اخفف يا زلمه العب. شايفين العب
حلو. طب عبو طارة ليش مثلا اسرع لك يعني لو كان في طير مثلا حاكم عليها؟ ابو الرائد اليوم الطيارة انت الصبح هذه طيارة الصبح لانه لما طلعت ما طلعت بلش يحشر موعد عم ابو نعيم خلاص. ليش بقول له في هاي طير هان هي الصبح لانه استغرب فيه شكل لانه الحمام ما طلعت بسرعة. بقول لك طالع الحمام. طب انت كشيتها ومش حكي له؟ لا هي ها لانه بقول لي طالع ايش ابو نعيم حكيت؟ لو انت مسكر عليها طلعت بسرعة. استنى ابو نعيم حكى كلمة حلوة وصدقها. شو اسمك؟ حمزة. حمزة. طبعا ابو رائد حكى انا ما كشيتها لانه هو بالشغل. نعم. ابو نعيم حكى الحمام من بين مكشوش الصبح. مين اكد كلامه؟ ايش شو اسمك؟ حمزة. قال انا انا كشيت الصبح. ما شاء الله. فبقول له انت كاش الحمام؟ وقال لي ما يفضحني ابو نعيم. لا 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 ما شاء الله. ما شاء الله طلع يا اخوان صلاة النبي. مبروك ما شاء الله. الله يبارك. مسحب ولا خلصت لحالها؟ صراحة سحبت كم ريشة؟ على أي ريشة؟ يعني على الخمسة؟ سحبت الباقي كامل. أيوة أيوة. طبعا أنت هنا بتلحق عشان تلحق تلينها لأنه منطقتك هنا إذا بدك خليها تطلع براحتها بتاكل هواء. يعني إخواني إحنا مطلعينها قبل موعدها أولا، ثانيا يعني الجو حار. ما شاء الله طلعت. قديش حبة هدول؟ ما شاء الله مبينات أكثر. ولا عني شني زمان ما شفتش ما كومتش بالحمام مش عارف. ما شاء الله. الله معطيك يا يوسف بدس 50. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. عشان يد الله عمي على قدرتنا 40 35. ما شاء الله عليك يا ابو بنايم انت. انت عم ابو بنايم ما شاء الله عليك عندك 100 120 بكش الله يبارك لك. 20 120. ايوه ما شاء الله يا اخوان طالع فوق الحمامات. الله يبارك. طبعا احنا يا اخوان عشان ما نطولش بالفيديو بدناش نطول عليكم نرجع لكم بلقطات احسن. ما شاء الله يا اخوان سرعة جناحهن حلوة الحمامات ما شاء الله لهن نص ساعة طائرات امورهن تمام الله يبارك. منيح منيح كويسات ما شاء الله نشطات والله والله نشطات. شو رايك عم ابراهيم نشطات والله الحمامات. انا بقول لك من اول ما طلعت الله يبارك. هذا ابن ايش؟ ابن هذا شو هم هدول اصلا؟ قرقاطي؟ هاي ابنه شو البوزه؟ صلاة النبي هذا قرقاطي هذا هات شوف بالله قربوا علي قرقاطي هيو بس جاي عتم قرقاطي اسود اسود يوسف لا يعني فعلا هو طاير يعني انك انت بتتحرك هذا تركيبة امه ايش امه؟ زهراي سوداء حلوات والله كويسات وجههن حلو والله قوي عندكم وجههن حلو متعوب عليه والله وكشتوه ولا ما شاء الله الله يبارك حمامات نشيطات صح. هذا بندوق هذا لونه غريب لون عينه يا زلمة عن جد لون عينه غريبة ما شاء الله ما يبارك. ايش يا بابا انت احكي لعمو حط لايك عمو مش مصورك هاي بصور عمو الثاني قول له عمو حط لايك طبعا شيخ هات فرجينا ايوه هيك فرجينا ايوه حمزه شد لي حيلك يا حمزه ابو رائد مش منتبه منتبه على الحمام مش منتبه معنا اخوه الاحمر جوا صح اصفر عزيز نفس النظام بس ادق قلبته اقوى صح ما شاء الله الله يبارك هات فرجينا يا حمزه فرج الشباب حمزه بكش الحمام الصبحيات لاخوه في طير ورا هي مخره في الحمام هذا الكو نعم بابا هذا دب ما شاء الله عليه جميل هذا لسه قاعد بيعبي راسه قاعد وين الحمام صارت انا اخوان الدنيا شوب مش قادر اوقف ديش اوقف اصلا ما شاء الله هذا دبان القراقطة هذا كويس جميل الله يبارك لك ابو رائد اها سبب اه عندك جيبه انا ايش هذا طلع هاي ملحق هذا اخوه جوا صح ايوه ما شاء الله ذاك احلى فكره ذاك جاي فيه ما شاء الله حمار الله يبارك خلاص نحطه بالحمام يا اخوان نطلع لكم المخاليف بدك تحطط ها خليكم معنا ابو يوسف ابو يوسف
ما شاء الله جميل. فحل كشف فحل لحاح اسود يا اخوان. كيف مخهم هذول تخلطوا فيه مناح كويات والله. الله يبارك. طلع البرمه يا اخوان صلاه النبي. يا اخي هذا كان مأخر في الحمام. هيو رجع ركب هيو. ما يمس لا الله الكل مسوي يعني زي مكاوي تركي. مكاوي تركي هذا بيقولوا تركي. ليش يعني تركي مثلا فيه شيء مميز؟ اهلي تركيات. اهلي تركيات بس لونه ثوبه غريب يا اخي. مشخط جاي او دقاته غريبه. دقاته طلعوا كيف. الله يبارك ما شاء الله. افتح المخليف يا حمزه. وين الحمامات؟ هلا مسوى هذا له. هاي شوف 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 ما شاء الله. نفتح المخليف. ايوه 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 هيك من اول يا زلمه. ايوه خليها كلها تطلع وخلاص. اللي عليك عليك. هاي هومر ما شاء الله اسود. صلاة النبي ما شاء الله. هيك كلها طلعت. قديش كلها هيك ابو رائد؟ 80. بزولا مكاوي اسود جاي غريب. بزولا علم حج. ما شاء الله زتيته لحق هذا بطير. شايفه ثقيل يا زلمه. ابو ابراهيم زت زي هيك راح ما شاء الله طار. ريحاني صلاه النبي ما شاء الله. هاي صلاه النبي. طلع صلاه النبي ريحاني زته هيك راح. هذا اللي بنشره. شو تقول لي ريحاني تشتري اياه؟ بقول لك طير حمام. هذا بنطير. هذا بنشره. هذا بندفع حقه. ليش زته هو ناقص جناحه طار. زبطه عندك وزبط جناحه وكش وشوفه يا محلا. قوي هذا ولا انسى؟ حلو ما شاء الله. طلعت بالعالي يا اخوان الحمام. طبعا يا اخوان هسه راح نصور لكم حلقه عند زقه صغيره شدت الكبيره. الصغيره نشيطه انشط دائما. الصغيره انشط ما شاء الله. طبعا هسه بدنا نصور حلقه زق عند مين؟ عند مين عندك؟ عندك ولا عند عمو؟ عند قديش عنده؟ كم؟ ما شاء الله 1000. الله انت ماسك الحمام؟ لا الحمد لله انه مش انت ماسك الحمام. كان هسه لقيت لك شخشلي ماخذ مكبيه وطلع عادي. ليش عادي؟ هات البلندي. انا ما شاء الله انا بصراحه يعني هنا البتنجاني والريحاني هنا صلاة النبي عندهم اذا بطيروا صح صلاة النبي. الله يبارك. بطير يا ابو هو حسب دعكك. شوف البلندي صلاة النبي. وعم بنعيم طلع مطلع طلع طلع. انا اول ما طلع الحمام شو قلت؟ قلت الله. هاي في مسود جاي عليك احمر من بعيد. هيو لا فرخ خاض. اول اثنين طلع اثنين ابو. معقول الثاني بفلت من الحمام يعني هيك لهالدرجه؟ هاي حلبي اصفر ابو يوسف يا جماعه. هيو هذاك طلع. ايش هذاك تكلجي ولا ايش؟ ايوه انا شايف ما شاء الله. قبعت الحمام على العالي صارت نصين. الفراخ شكلها بالعالي صح؟ طبعا تركن عليها صح؟ ما شاء الله الريحاني يا اخوان طلعوا صلاة النبي. نعم يا بابا تفرج على الحمام. تفرج على الحمام. طلع هيو هي هذا هيو رائد. ها هيو رائد. طلع قاعد بتلعب بتفرج في الحمام. ما شاء الله الجلف تركي. الله يبارك ما شاء الله. طبعا بغيابك حمزة ماسك الحمام. ها ايوه عشان هيك خلاص بدك تحطط الحمام. حطتها خليها تريح شوي. خليها تحط تريح. الحمام قسمت نصين ما شاء الله. هات شو تركيبته هذا؟ زاجر غريب كشام رايشي هيك. الله يبارك. يلا يا اخوان نرجع لكم بس حمام طوطة شوي. طلع يا اخوان طلعوا المنظر هذا الجميل. بس اقسم بالله لحاله قصة. حطيت الخشب كثير ومشيت لعند التن وحطيت ميلان بكنش على الرفسار بصير تنزل المحيط. طبعا هذا محل. طبعا حطت الحمام اخوان. بتنجاني يا حمزه بتنجاني. الصندل بيجي من بيجي من اخشى.
طبعا يا اخوان ما شاء الله حطت الحمام صلاة النبي عليها نشاطها الله يبارك، يعني قاعدين بنحاول نحطط فيها مش راضيه تحط. الله يبارك. خلاص ما شاء الله. تعي تعي ما السطح ضيق يا اخوان، يعني احنا ماخذين اكثر من سطح الحمام. هذا اللي طاير لكم صح؟ ما شاء الله الله يبارك. تعي 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 طبعا الحمام ما شاء الله الله يبارك. طبعا الحمام متعودة تنزل عندكم حواليك وهيك عادي سبحان الله. سطح ضيق كثير يا اخوان، زي سطح اضيق. انت سطحك انت بالعرض اعرض بس انت بالطول هيك اضيق كثير، يعني زي من هان وهان هيك. طبعا نو هاف هاف اخ باخر يعني ايوه طلع ليش يا جنحات رامي هذا جل تروح حبس رامي رامي الريش ما شاء الله طلع هذا بذرته حلوه هذا من زواجل فيها زواجل ما شاء الله الله يبارك طلع طلع كيف منقوز بس بذرته كلها بذرته دير بالك طلعوا ما شاء الله الله يبارك طبعا حمامات حلوات طلع الحمام ما شاء الله نشيطه بدهاش تعض اصلا بس احنا مضطرين يعني برضه ما شاء الله الله يبارك الله يبارك تعي حمزه يلا عشان ناخذ لك صوره هيك فزز للحمام انا يلا يلا عشان نخلص الفيديو يلا شو اسوي فزز للحمام بس كل هيك ايوه هو بسألك يمكن لاطي بقول لك ما شاء الله الله يبارك طبعا ما شاء الله الحمام يعني بدهاش تحط صلاة النبي في منها مش راضي يحط ما شاء الله طيب اخواني حبايبي هيك وصلنا نهاية الفيديو تعملوا لايك اشتراك شير يخرف عليك ابو رائد وحمزه الغالي والشباب المحترمين جميعا الله يعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.